دي مرة تانية تقدم من فوافي وبيسقط كرة خطيرة وراسية حلوة. جول 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 جول. هدف تاني هدف تاني. والأغاني الأغاني وصلاح ريكو بيحط ضربة راسية لا تصد ولا ترد من نفس المكان بعد اختراق وبعد كورة كروس. مفيش أجمل من كده من الجبهة اليسرى. ريكو يقدم لنا أجمل أغنية وأجمل ضربة راسية على شمال الهاني سليمان علشان المقصة في 3 دقايق فقط تباغت زعيم الصغر وتتقدم بهدفين. ولكن بص شوف ريكو والضربة الراسية من صلاح ريكو اللي بيفتتح التسجيل مشاهدينا في رواية الدوري رقم 59 بإحرازه تاني الأهداف وأول الأهداف الشخصية لريكو. ودي سجدة الشكر.